متابعي تونس الرقمية تونيزي نوميريك، عسلامة ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا مع واحد من المترشحين للانتخابات الرئاسية اللي باش تشهدها بلادنا نهار 15 في الشهر هذا. المرشح اليوم اللي باش يكون حاضر معنا هو مرشح حزب تحية تونس السيد يوسف الشاهد. سي يوسف عسلامة ومرحبا بك على تونيزي نوميريك. عسلامة ومرحبا بكم. سي يوسف، باش تكون مجموعة من الأسئلة اللي طرحناها على مختلف المترشحين اللي كانوا حاضرين معنا. في البداية الناس تعرفك يوسف الشاهد السياسي، رئيس الحكومة، رئيس حكومتهم لمدة 3 سنوات. كان تقدم روحك للناس اللي ما تعرفكش، جانب على الناس على حياة يوسف الشاهد الناس ما تعرفهاش. أنا شاب تونسي جاتني فرصة باش نتقلد منصب مهم رئيس الحكومة، وأنا مدين باجي قايد سبسي الله يرحمه اللي عطاني الفرصة هذه. كنت قبل زادة وزير شؤون المحلية، كنت أيضا كاتب دولة للصيد البحري، ومعناها أنا شاب تونسي معناها جاتني فرصة، ونحب الفرصة هذه ما تكونش لشخصي فقط، نحب الفرصة هذه تخلق فرص لشباب الكل متاع تونس أنه ينجم يتقلد مناصب، أنه كي نقوله شاب مش معناها ما عندوش خبرة وما عندوش مسؤولية، ينجم. وهذا من الأشياء اللي أنا سأعمل عليه هو خلق جيل جديد من السياسيين من الشباب يكون متشبع بالديمقراطية. يوسف الشاهد، اليوم حوارنا من ولاية صفاقس، خاصة أنت اليوم عملت المؤتمر الانتخابي متاعك في ولاية صفاقس، الحضور كان مكثف شفناه. من بين أهم القرارات اللي قلتها في المؤتمر اللي دار الصباح، اللي قرار غلق السياب هو قرار نهائي ولا رجعت فيه، هذا نفهمه منه اللي باش يتم تفكيك السياب نهائيا؟ شو أنا هذايا وعد عملته وقت اللي زرت ولاية صفاقس، وطبعنا مسار كامل، يعني مش عملية بسيطة، ورغم التشكيك ورغم العراقيل هذايا كنت في الوعد، ورغم الناس اللي قالوا قرار انتخابي مهمنيش أنا. المهم أنه أهلينا في صفاقس يتنفسوا هواء نقي، ونحب نأكد على المحافظة على مواطن الشغل، وهذا يكفل القانون. ونحب نقول أيضا أنه هذا القرار نهائي، وان شاء الله المرشحين الاخرين ما يتراجعوش على القرار هذا. انت قلت ولكن راه غلق السياق ماهوش هدف في حد ذاته، يلزم نستصلحوا استصلاح المنطقه هذيك الكل، ونخلقوا فيها ونعطيوا فيها امل ونبثوا فيها امل للاهالي صفاقس. وبخصوص ملايين الاطنان من الفوسفوجيبس الموجودين في السياق، هذا هو قلت يلزم استصلاح المنطقه ماهوش الهدف ان نغلقوا السياق. اليوم يلزم نستصلحوا المنطقه هذه حتى معناها يكون هناك مشروع مستقبلي للمنطقة هذيك. شنو باش نعملوا بها؟ ينجم يكون بالتشارك مع المجتمع المدني. الأرض هذيك ملك معناها الدولة، ونلقاو معناها فيها تصورات مستقبلية ترجع ثقة المواطن في المدينة متاعو. يوسف الشاهد، وانت اليوم موجود في ولاية صفاقس إلى جانب قرار السياب، باش توعد الصفاقسية خاصة اللي الكثير من الأهالي يعتبروا أن المنطقة هذه مضرورة وتعاني العديد من المشاكل؟ أنا قدمت رؤية وتصور واقعي ومشروع لولاية صفاقس انطلاقا من معرفتي بالمشاكل والحلول والعوائق اللي ما خليتش الحلول هذه تتقدم. مشروع في 4 محاور، قلت أنه صفاقس يلزمها مشروع مهيكل كبير، والمشروع هذا هو تبارورة، وقدمت تصور باش نتجاوزوا المشاكل اللي هي عندها أكثر من 20 و30 سنة. قلت صفاقس يلزمها بنية تحتية معناها بما في ذلك المستشفى ومحطة تحلية المياه وغيرها. قلت أنه صفاقس يلزمها مسألة المواصلات تكون عندها مواصلات متقدمة، إذا نحبوا صفاقس تكون قطب اقتصادي من المطار يرجع يخدم، المترو معناها كيف يجب التسريع فيه. وايضا الجانب الثقافي والرياضي مهم جدا، انه فريق كما النادي الرياضي صفاقسي معناها مش فقط توسع نتاع ملعب طيب المهيري، ولكن ايضا يلزم يكون هناك مركب رياضي كبير انطلقنا فيه احنا في الحقيقه مع الجانب الصيني. هذوما مشاريع كبيره مهيكله لولايه صفاقس. وما ننساوش الرياف، أرياف صفاقس أيضا يلزمها أيضا اللي هي تساهم في الحركية الاقتصادية في الولاية يلزم تكون أيضا معناها موجودة في الصورة. يوسف الشاهد، قبل صفاقس تبعني كنت في المهدية، وقبل كنت في الجنوب التونسي منين بديت حملتك الانتخابية. كان تقول للشعب التونسي للناس اللي تبع فيه كيفاش كان استقبال أهالي ليك، أهالي مختلف الولايات اللي درتها؟ والله استقبال رائع الحقيقة. أنا نحيي كل الناس اللي خرجت وجات، وناس فما معناها كل شيء موجود، ناس جات بتلقائية تعبر على موقفها، وانا نقبل راه فما معناها في 95% من الحالات كانت ناس معناها فرحانه وجايه ومندفعه. وينجم يكونوا اليوم جاوني في صفاقس ناس معناها ضد قرار غلق السياب، وانا من حقهم انهم يتظاهروا، هذا الحق مكفول.
منيش، ولكن زادا نحب نكون رئيس كل التونسيين، لازم تجميع الناس الكل اللي صوتوا معنا وضدنا نهار معنا إذا نجحنا يلزم نجمع ونوحد التونس الكل. يوسف الشاهد، أنت كنت ديما تقول أن أنت تحب تكون رئيس التونس كله، ليس رئيس تحية تونس فقط اللي هو الحزب اللي مرشح سيادتك لمنصب رئيس الجمهورية. فما في الأونة الأخيرة قائمة قاعدة الدور تحكي على يمكن ليست متاع أشخاص مناشدين ليوسف الشاهد، تعليقك على القائمة هذه اللي وردت في بعض المواقع الإلكترونية؟ أنا أولا ضد هذه حكاية المناشدة، انتهى عن المناشدة. إذا ثم ناس تحب تدعم معنا طبعا نحن نرحبوا بكل الناس اللي تدعم. حقيقة هذه أنا في جولة منذ أسبوع يتصرف فيها ربما ما نعرفش شكون القائمة هذه، ما عنديش الحقيقة تفاصيل، ولكن عندي تلقيت دعم كبير من مثقفين، من رجال علم، من معناها أسادة جامعيين. معناها مش بالضرورة يكون الدعم في العلن، ما نعرف اللي برشا ناس دعموني ونشكرهم ونحييهم. يوسف الشاهد، كنت آخر من وضع ترشحه في الهيئة العليا، في مقر الهيئة العليا المستقرة للانتخابات. قبلك كنا شفنا العديد والعديد من الأشخاص اللي وضعوا ملفاتهم في الهيئة، يمكن بلغ عددهم فوق 90. تعليقك على عدد الترشحات هذه، ممكن مختلف ضيوفنا المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة رأهم تقسمت ما بين من اعتبرها يمكن سيني أكل الديمقراطية لتونس، ومن اعتبر أن هذه يمكن تمس من هيبة الدولة ولا تقلل من منصب رئيس الجمهورية. تعليقك. أنه أي مواطن يكون عنده الفرصة بشي يقدم ترشح، هذا شيء إيجابي وموجود في الديمقراطية الكل. يبقى احنا أيضا ما نحبوش ناس معناها عندها ما عندهاش معناها مش تخلص في الجباية متاحة، أو ما عندهاش معناها ما صرحتش بالمكاسب متاحة هذا ما معناها، أو عندها مشاكل قضائية تترشح المنصب هذا، لأنه رئيس الجمهورية يلزم يعطي المثال، يلزم هو يكون ليكزومبلاريتي. هذاك علاش احنا قدمنا كمشروع قانوني ما تعداش، نحبوا اليوم لانه المواطن يطلبوا له بتروا كي يمشي باش يطلب خدمه في اي بلاصه، فما بالك رئيس الجمهوريه. اليوم القانون الحالي للاسف ماهوش مطالب رئيس الجمهوريه باش يجيب بطاقه عدد 3 نظيفه او باش يوري اللي هو خلص الجبايه، ولكن معناها اذا انه الناس كل تقدم ترشحات اي مواطن هذيك الديمقراطيه في اخر المطاف. فما سؤال، يمكن مترشحين للانتخابات الرئاسية اللي هما 26 واللي أغلبهم حاورناهم وكان معنا كان عندهم معنا لقاءات مباشرة، كانوا يتهربوا من الإجابة عليه. يمكن السيد الوحيد اللي جاوب عليه هو مرشح حزب المشروع محسن مرزوق اللي هو من بين 26 شخص. يوسف الشاهد، شكون يعتبره مرشح أو منافس قوي ليه في الاستحقاق الانتخابي اللي باش تشهده بلادنا قريبا؟ والله يشوف اللي باش يجيبوا الصندوق هما اللي انا ما نجمش نستقر المستقبل. انا نقوم بحمله حول مشروع واقعي طورته من معرفتي، ما نعرفش انكم باش نكون كيما مانيش باش ما عنديش معناها. انا اليوم المهم، انا اهم شيء بالنسبه لي انه العائله الديمقراطيه يكون عندها مرشح في الدور الثاني، هذا اهم شيء، وهذه رساله لمرشح العائله الديمقراطيه. اذا ما نجمناش نتوحد، وانا اشتغلت وعلاش صبيت مطبي اخر واحد، يعني قعدت لاخر دقيقه نحاول باش نجمع نفس العائله فعلى الاقل ما يضربوش بعضهم في الدور الاول. انت وانت تحكي على تجميع العائله الديمقراطيه يوسف الشاهد، كنت حكيت مؤخرا في احد لقاءات تلفزيونيه على بعض اللقاءات اللي جمعتك مع المرشحين على غرار سلمى اللومي ومهدي جمعه، كنت تحكي لنا وين وصلت اللقاءات هذه، هل تم تقدم فيها، هل وقع المناقشه اكثر فيها والا لا؟ والله شوف، انا معناها في اتصال دائم مع كل هؤلاء المترشحين، اعتقد ان ننتمي لنفس العائله. اليوم يلزم معناها نرقاو صيغه نتاع تجميع الناس هذوما الكل، معناها انا هي الصيغه الافضل. المهم ديما الهدف الوحيد انه في الدور الثاني يكون عندنا على الاقل مرشح. اليوم فما 7 أو 8 مرشحين من نفس العائله الديمقراطيه التقدميه، راهو هدفنا انه فما خطر اذا ما يكونش ثم مرشح في الدور الثاني من هذه العائله. يوسف الشاهد، وأنت رئيس الجمهورية التونسية، ما هي الخمس قرارات الرئيسية التي تعد التونسيين باتخاذها وتطبيقها؟ أنا على كل قدمت مشروع في 45 نقطة، نجم نذكر لك البعض منها. قلت هناك أولويات في السياسة الخارجية، مثلا ليبيا مهم جدا أنه نخرج من الحياد السلبي إلى الحياد الإيجابي. الجزائر، إمكانية إحداث منطقة تبادل مع الجزائر لنعطي دفع للاتحاد المغاربي. قلت يجب إطلاق معناها الطاقات الكبيرة الموجودة في البلاد. اليوم مثلا فصل كيما الفصل 96 مكبل الإدارة. قلت أتعاد أني مانيش باش ندخل عائلتي في الحكم، لأنه عانينا من تدخل العائلة في تسيير شؤون الدولة. تعهدت أنه ملفات الفساد سيقع عرضها على مجلس الأمن القومي. مثلا
قلت انه سنحدث شرطه نتاع الجوار اون بوليس دو بروكسيميتي باش نقاوموا كل البراكاجات والمراه اللي تولي تروح في الكار في الليل تكون تروح مطمئنه والشباب اللي يخرج زاده نجم يروح مطمئن. فهذوما قدمت 45 قرار اعتقد انهم نابعين من معرفتي للمشاكل في تونس والعوائق اللي ما خلتناش نقدمه، ومعناها اعتقد المشروع هذا ينجم يمثل حلم انه تونس تكون اقوى في المستقبل. يوسف الشاهد، كنت قلت منصب رئيس الحكومه لمده 3 سنوات، ربما اكثر رئيس حكومه كان في القصبه، وقلت نهار الاعلان على ترشيح حزب تحيا تونس لسيادتك المنصب رئيس الجمهوريه، اللي انت اعلنت على ترشحك لمنصب رئيس الجمهوريه وانت رئيس للحكومه، هل انت تعتبر انه منصب رئيس الجمهوريه محدود الصلاحية مقارنة برئيس الحكومة، وهل أنت مع أو ضد تغيير النظام السياسي في تونس؟ أنا أعتبر أنه مش صحيح اللي يقول رئيس الجمهورية ما عندوش صلاحيات. ورئيس الجمهورية اللي عنده رؤية ينجم حقيقة يشتغل، اللي ماشي الكارتاج فقط يحب على منصب ويحب على كرسي. طبعا أنا مش هذا التصور، أنا عمري معناها قريب 44 سنة ما نحبش نمشي الكارتاج باش نقعد في كرسي، نحب نكون قريب للشعب حتى في طريقة الحكم. أنا سأكون قريب للمواطنين وباش نمشي ونعمل ونمشي للجهات ونسمع المواطنين ونسمع مشاكلهم ونبلغ مشاكلهم للحكومة ونحاول نلقى حلول في تشاور مع الحكومة. مانيش في عقلية أنه معناها ربح منصب باش يقعد غاديك، هذه العقلية يلزم تتغير في الحقيقة. يلزم رئيس الجمهورية يكون معناها إلامبولس، معناها ويكون هو عنده الدور متاع معناها يخلق المبادرات ويحرك ويكون معناها يقطع مع النمط القديم متاع هذي اللي شفناه كرئيس جمهورية. بالنسبة للمنظومة السياسية أنا أقول راهو الناس اللي تقول باش نغير الدستور كهدف أولي راهو خايف لهذي يبيعوا في الأوهام، لأنه تغيير الدستور يتطلب 145 صوت. اليوم التشتت اللي ماشيين به ما هوش باش يسمع باش نلموا 145 صوت. فأنا نجم نقول المنظومة السياسية يزمها تتغير، ولكن بأمور عملية أكثر، تغيير نظام داخل البرلمان، تغيير نظام انتخابي مثلا. هذوما أشياء ينجموا يعطيوا دو ليفيكاسيتي للعمل الحكومي بدون معناها تغيير دستور اللي يبدو أنه صعيب. يوسف شاهد، ما الذي يميزك عن غيرك من المرشحين ويجعل الشعب التونسي يختارك رغم الاقتراع؟ أعتقد هو معرفة دواليب الدولة ومشاكل الدولة. أنا اليوم طورت رؤية وبرنامج حقيقي مبني على المشاكل متاع تونس في كل الولايات، على الحلول وعلى العوائق التي منعتنا في بعض الأحيان باش نفعلوا هذه الحلول، عوائق في المنظومة السياسية، في المنظومة القانونية، في العقليات، في التصرفات وغيرها. فأعتقد أنه اللي ميزنا اليوم هو مشروع واقعي يستجيب لتطلبات التوانسة، ما هوش فقط بيع أوهام أو أشياء نحب نمسوا التونسيين في حياتهم اليومية، في قوتهم اليومي، في تنقلهم. عليك علاش قلت أنا كيف تبدأ الدولة قوية يعني المرفق العمومي يكون قوي، النقل والتربية والصحة، الأمن يكون قوي، المواطن يشعر بالطمأنينة اللي هو والعائلته كيف يسافر يشعر بالفخر. هذاك علاش اخترنا شعار تونس أقوى. في الختام، شنو الرسالة اللي توجهها للشعب التونسي؟ أنا نقول للشعب التونسي، تونس اليوم ليست في حاجة للمغامرة وليست في حاجة للعبث. الانتخابات هذه ستكون مصيرية لمستقبل تونس، معناها التوانسة معناها يلزمهم يمشيوا يصوتوا ويختاروا اللي يحبوا عليه، ولكن يحطوا في عينيهم الناس اللي مش فاسدين، يحطوا في عينيهم الناس المسؤولة واللي تراعي مصالح الدولة التونسية. يوسف الشاهد، مرحبا بك على تي تي نيميريك. شكرا.